السلام عليكم، مرحبا، كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان سعيد عليكم وعلى أمة محمد أجمعين بإذن الله. أنا معايا النهاردة، يعني طبقنا النهاردة هيكون المفروقة بالكنافة والفستق، طبق سهل ولذيذ وسريع. أنا معايا كوبايات معيارية أو أي كوبايات عادية موجودة عندك في البيت. مقاديرنا النهاردة بسيطة جدا، هناخد كوباية ونص من الكنافة. طبعا أنا قطعت الكنافة قطع صغيرة وعيرت كوباية ونص، هاخدهم على النار. هحاول بقدر الإمكان إن أنا أقلب الكنافة على النار بحيث إن أنا أجفف الكنافة. زي ما حضرتك شايفة هي طرية وبتلزق في إيديا، وطبعا إحنا الطبق بتاعنا أو الحلو بتاعنا النهاردة مش هنستخدم فيه فرن، فلذلك أنا لازم أجففها وأطلع منها رطوبة. زي ما حضرتك شايفة بدأت تجف معايا تماما على نار هادية لغاية ما طلعت منها الرطوبة، وبس حافظت على لونها زي ما هي دلوقتي تماما، يعني تعتبر جافة جدا، يعني بتتفرج بالإيدين بسهولة. هبتدي دلوقتي كمان هنزل بنص كوباية من السميد الناعم، ده سميد البسبوسة. هحاول ان انا برضو اجففه على النار بحيث ان انا اديله اللون الذهبي الفاتح، يعني اديله تحميصة خفيفة، مش هحاول بقدر الامكان ان انا مغيرش لونه، يعني درجة بسيطة جدا من قبل التحميص. زي ما حضرتك شايفة هنزله في طبق عايزاه يبرد، هو الكنافة. عايزة حضرتك كمان تلاحظي لون التحميص قبل وبعد، هتلاقي ان درجة بسيطة جدا، لكن انا مش عايزة اغير في لونه عشان ما يغير ليش في لون المفروكة. هبتدي انزل الكنافة بتاعتي والسميد الناعم طبعا بعد ما الاتنين بردوا، وهبتدي انزل عليهم كمان بنص كوباية من السكر البودر. مقاديرنا بسيطة جدا، ما فيهاش اي صعوبة، وكلها بالكوبايات العادية. هبتدي كمان انزل 2 كوباية من الفستق المطحون. طبعا انا طحنته طحن ترددي عشان ما يخرج ليش الزيوت بتاعته ويتحول لمعجون. زي ما حضرتك شايفة هبتدي دلوقتي انزل عليهم كمان بنص معلقة صغيرة من الفانيلا، دي اختياري، يعني لان الفستق لوحده بيدي ريحة جميلة. وهبتدي ان انا اطحنهم كلهم في بعض بحيث ان كل المكونات تتدخل في بعضها ومعناش نقدر ان احنا نميز ما بين الكنافة وما بين الفستق. زي ما حضرتك شايفة هبتدي انزل كمان ب3 معالق من الزبدة، وزي ما حضرتك شايفة زبدة لينة درجة حرارة المطبخ. وهبتدي ان انا اطحنهم كمان مرة بحيث ان الزبدة تتداخل مع المكونات وكل المفروكة بتاعتي تتغلف بالزبدة، لان هي دي اللي هتدي طراوة معايا، هتساعد في الطراوة والتشكيل المفروكة بتاعتي. زي ما حضرتك شايفة لسه هي مفروكة من بعضها. هننزل ب3 معالق من الماء الورد او ماء الزهر، انا استخدمت ماء الزهر، هي دي المادة الرابطة اللي هتلملي المفروكة بتاعتي. وزي ما حضرتك عارفة ان احنا استخدمنا كمان سكر بودر، فالماء الزهر والسكر البودر هيساعدوا ان المفروكة بتاعتي تلم وتاخد الشكل او تتطوع باي شكل انا عايزاه. هبتدي انزل بقليل جدا من اللون الاخضر، طبعا عشان احنا مستخدمين الخليط بتاعنا فيه الفستق، فانا عايزة اديله لون اخضر ازهى ويديله رونقية اجمل، لان زي ما حضرتك شايفة الفستق بتاعنا لونه مش زاهي قوي. هشغل تاني المحضر بحيث ان كل المكونات تتداخل مع بعضها، اللون بتاعي يتوزع صح في المفروكة، المفروكة تبتدي تلم معايا وتنسجم مع بعضها. زي ما حضرتك شايفة في فرق كبير جدا ما بين الاول، دلوقتي بقت قابلة للتشكيل، بتاخد رسمة صبعي، يبقى معنى كده ان احنا خلاص وصلنا للخليط المناسب اللي هينفع ان انا اشكله بسهولة. هنزلها في بولة واحاول ان انا اقلبها اكتر بحيث ان انا اتاكد ان كل المكونات تداخلت مع بعضها وان اللون بتاعي اتوزع صح.
بقى اللون جميل جدا، انا مش عايزة اللون يغمق عن كده، ولذلك استخدمت ربع معلقة صغيرة خالص من اللون الاخضر، وما استخدمتش لون اخضر غامق، استخدمت اخضر جل بحيث ان هو يديني لون مميز. ومعايا مكبس، المكبس ليه 4 اشكال، هنستخدم ال4 اشكال واللي يعجب حضرتك ممكن تعتمديه. ومعايا علبة من القشطة، دي قشطة معلبات بس قوامها متماسك، ان هي اقدر ان انا اشكل بيها واعبي بيها حبات المفروكة بتاعتنا. هستخدمها في كيس حلواني وهحط فيه بلبلة، اي شكل بلبلة، يعني المهم ان هي تساعدني ان انا املأ تجويف المفروكة. هثبت القوالب بتاعتي وهاخد كورة على قد القالب، وهحاول ان انا اسكن كل الحواف زي بعضها، والسمك من الداخل يبقى كله زي بعضه، عشان لما اكبس المفروقة مفيش جزء منها تتكسر. يعني هحاول بقدر الامكان، دي خطوة مهمة، ان انا اكون ايدي ميزان وان انا اوزع صح، واحاول بقدر الامكان ان انا ما اوصلش القشطة للنهاية قبل نهاية المكبس بتاعي بحوالي 0.5 سنتي، لان انا هحط قطعة من المفروكة عشان اعمل قاعدة للشكل اللي انا بنفذه. لو الكمية اكبر هتساعد ان القشطة هتطلع لبره، وهيبقى الشكل في النهاية مش مرتب ومش حلو، وزي ما حضرتك شايفة شكل بسيط جدا رقيق. يعني من مكاني هنا بحيي كل اهل الشام وبقول لهم شكرا على ابداعاتكم الجميلة، انتوا شعب مذواق بتقدمونا كل فنون رائعة، وده يشرفنا ان احنا نتبع ثقافتكم في الأطعمة بتاعتكم. حقيقي يعني تجربة رائعة وحلو يستحق التجربة وعن جدارة، وتقدري ان انت تقدميه لضيوفك وتقدميه لأصدقائك، حاجة سريعة بسيطة طعمة في نفس الوقت رقيقة، وتقدري تستخدمي أي نوع مكسرات، لكن أنا استخدمت الفستق لأن هي دي الوصفة معتمدة بالفستق. ياريت يكون النهاردة طبقنا عجبكم، وياريت عند التقديم إن احنا كمان بنحط عليه عسل خفيف، ممكن عسل نحل أو عسل سيرب يكون خفيف مش تقيل، وممكن تتقدم بدون سيرب، يعني ده حسب المذاق. ياريت النهاردة يكون الطبق بتاعنا عجبكم ونال إعجابكم. وتحياتي لكل أهل الشام، سوريا، وأهل دمشق كلهم، وحقيقة أسعدنا تجربتكم ونقل ثقافتكم للشعب المصري وللشعب العربي عامة. وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، وياريت ما تنسينيش من الدعاء في صالح أعمالكم ليا والأم الغالية بالرحمة والمغفرة.